الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. نحييكم على الهواء مباشرة وعبر قناة دبي ريسينج من هذا الموقع، من ميدان سباق الهجنة العربية الأصيلة بمنطقة المرموم في إمارة دبي في صباح هذا اليوم الجميل، يوم الخير والمسرات، يوم الأمطار ما شاء الله تبارك الله، 18 من شهر فبراير لعام 2017، 21 من شهر جمادى الأولى لعام 1438 هجرية. لننقل لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة أشواط الكبار من الحول والزمول لأبناء القبائل على أرضية تحفة ميادين السباق والإطلالة الأخيرة لهذا السن وهذه الأصالة قبل الختامي المقبل إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، لا قوة إلا بالله. نبارك للإمارات حكومة وشعبا بهذه الأمطار وهذا الخير، نسأل الله العلي القدير أن يحيي بها العبادة والبلاد وأن يبارك. ونقول في هذه اللحظات: اللهم زد وبارك وأعطنا خيرها واكفنا شرها. برنامجنا في صباح هذا اليوم هو عبارة عن 16 شوطا خاصة بالذلل والزمول لأبناء القبائل من مسافة 8 كيلومترات في هذا اليوم الرائع، وبشائر الخير الواضحة على شاشة التلفزيون بهطول أمطار غزيرة ما شاء الله. نتمنى التوفيق لكل الحاضرين والمشاركين والذين جاءوا للبحث عن الناموس بالدرجة الأولى والمحاولة لقلة من المشاركين للتأهيل إلى الختاميات، حيث أن الجميع في هذه الأيام قد يكون وفق في التأهيل لمهرجانات الختام التي ستقام في الإمارات ودولة قطر الشقيقة. لحظات وينطلق أول أشواط هذا الصباح الخاص بالذلل الأصايل المحليات لأبناء القبائل، حاملا 27 اسم وشعار يشارك لإخواننا عشاق الأصالة الذين جاءوا مشاهدين الكرام للتنافس الشريف ومتابعة لأيام هذا الموسم الحافل بالناموس والأفراح والمسرات. بسم الله وعلى بركة الله، ينطلق الشوط الأول معلنا بداية انطلاق أشواط صباح هذا اليوم مع هذه الأجواء الجميلة الرائعة. التوفيق نتمناه للجميع والسلامة والتيسير للأصايل المحليات التي انطلقنا على أرض ميدان المرموم المغمورة والمليئة بسيول، نتمنى ذلك إن شاء الله. وجوائز نقدية قيمة للمراكز العشرة الأولى، نرجو من السادة الأخوان المضمرين في مثل هذه الظروف بأن لا يتدخل المضمر في المواقع المليئة بالماء، خاصة بتوجيهات الذلول أو الإشارة لها ومحاولة تقديمها من مكان إلى مكان، حفاظا على سلامتها من تعثرها ولا قدر الله من أن تصاب. هكذا إذن مشاهدين الكرام، انطلق الشوط تحمله 8 كيلومترات مسافة أشواطنا جميعا على أرضية هذا الميدان، والسيول الواضحة على الكادرين تتخبط فيها الذلل ما شاء الله على أرض ميدان المرموم، تتخبط تداعب المياه وكأنها تودع بالسلامة والتوفيق إلى الختام الذي سيقام في أبريل القادم بمشيئة الله تعالى. مقدمة الشوط بعدما انقطعنا الكيلومتر الأول من المسافة المقررة، نرى في الصدارة على أرضية ميدان المرموم وعلى الكادر الفوقاني تحتل المركز الأول سرابة للسيد أحمد بن عبد الله بن ركاض العامري القائد لهذا السرب. مشاهدين الأعزاء، سرب المحليات الأصايل من الذلل. المركز الثاني من الجانب الآخر أورجوان للسيد أحمد بن مبارك بن محمد بن دحروي العامري، واللي غيرت واخذت المركز الأول، بينما نرى في المركز الثالث مقصودة
لعلي بن حمد بن علي بن حمد العطية من دولة قطر الشقيقة، واحد من أقوى شعارات المنافسة في دولة قطر، ونال الكثير من الرموز والمراكز الأولى. المركز الرابع مباشرة نراس الهودة للسيد حمد بن سلطان بن سيف المنصوري، بينما خامس المراكز مشاهدين الأعزاء نرى منحاف للسيد سعيد بن سهيل بن دليوي آل اشتبي، والسادس المراكز تأتي في هذه اللحظات سرابة لسعيد بن محمد بن مرخان الاشتبي، المركز السابع اللي هي موجة للسيد سعيد بن سالم بن حريك المنهالي، وثامن المراكز نرى مياسة للسيد أحمد بن هاشم بن يوسف بن العوضي، والمركز التاسع تحتل بشاير السيد فايل بن حليس بن حصيبان العويسي القادمة من سلطنة عمان الشقيقة، بينما اختبار شعار الشاعر الجميل والرائع والحكيم والأديب اختبار باسم السيد حمدان بن محمد بن حمد بن مصلح الحبابي. هذه نتيجتنا للمراكز العشرة الأولى مشاهدي الكرام، وانطلاقها بعدما انقطعنا 2 كيلومتر على أرضية هذا الميدان. أرجوان تغير الموقف، تقود المسيرة لتتربع تربع تام على صدارة هذا الشوط، وتحتل المركز الأول السيد أحمد بن مبارك بن محمد بن دحروي العامري، واحد من الأسماء الشهيرة مشاهدينا الكرام التي نالت شرف الفوز في كل مشاركاتها. المركز الثاني هناك مجموعة قادمة بقوة لاختبار التي تختبر نفسها من خلال انطلاقتها، ولكن سرابة، وأيضا وجود ليس الهودة لحمد بن سلطان بن سيف المنصوري اللي بن درويش المنصوري اللي دخلت بقوة واحتلت المركز الثاني. هناك أيضا ملاحقة وتغيير واحتلال للمركز الثاني بدلا من الإعلان ثالثا، موجة لسيد سعيد بن سالم بن حريك المنهالي. المركز الرابع تصل في هذه اللحظات منحاف سعيد بن سهيل بن دليوي آل اشتبي، والمركز الخامس مقصودة للسيد علي بن حمد بن علي العطية. ما أدري هي اللي قصده شيء ولا هي مقصودة، بشيء. إن شاء الله أنها تسلم وتتنومس، ونرحب بأخواننا مشاهدين الكرام الذين جاءوا من دولة قطر الشقيقة. هو بالفعل القصد شريف، قصدها الناموس والفوز بالمركز الأول، ولكن نتابع اللي غيرتها واللي خذت الدماني للسيد أحمد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، غيرت وخذت خامس المراكز، بينما المركز السات سرابة تحتل المركز السات للسيد أحمد بن عبد الله بن ركاض العامري، والمركز السابع اختبار السيد حمدان بن محمد بن مصلح الحبابي، وثامن المراكز المركز الثامن اللي وصلت فيه مياسة للسيد أحمد بن هاشم بن يوسف بالعوضي، وتاسع المراكز المركز الثامن ثامن المراكز هذه الإذاعة الأولى لشواهين سعيد بن غدير بن عبيد آل اشتبي. المركز التاسع تحتل مشاهدي الكرام سرابة لسيد سعيد بن محمد بن مرخان آل اشتبي، والمركز العاشر هناك نرى اللي تحتل المركز العاشر بشاير فايل بن حليس بن حصيبان العويسي القادم من سلطنة عمان الشقيقة. هذه نتيجتنا وهذا نداءنا لمراكزنا العشرة الأولى مرة أخرى، والآن بدأنا بالفعل بدوران تدريجي لنقطع محيط أرضية مضمار ميدان المرموم الذي مويه. يا سلام يا مويه الله، شوفوا تخوض فيها الأمواج، موجة جميلة تسبح في محيطها في ميدان المرموم، موجة للسيد سعيد بن سالم بن حريك المنهالي. والفعل الشباب ما شاء الله مخلينهن ذاتيا تلقائيا، ممكن الصوت يأثر شوي، لكن يوم تضرب المطية تخلفها في مثل هذه الظروف على أرضية الميدان قد يكون نتيجة عواقبها لا تحمد. نتمنى السلامة للجميع، نتمنى حتى إن كان هناك إخواننا يا مضمرين الكرام هناك نية بالتحرك، يبدو أن لابد أن يكون تدريجي، مو بتروع الذلول، لا تروعها في أرضية مثل هذه الأرضية والمطر والخير، شوي
تكليم لين تشد السرعة تدريجي وأعطنا عاد اللي عندك وفالك الناموس وفالك الناموس. هذه إذا نتيجتنا مشاهدي الكرام موجه إذا هي في هذا الموج وهذا الخير وهذا الغيث ما شاء الله تبارك الله. انطلقت وقادت المسيرة في الشوط الأول لذل المحليات الأصايل مع انطلاقها على كادر الأعلى من شاشة التلفزيون على الهواء مباشرة على قناة دبي ريسينج الناقل الدائم لرياضات الآباء والأجداد في كل مكان. الله 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 شوفوا شوفوا موجه موجه لسيد سعيد بن سالم بن حريك المنهالي. لكن هناك يا بن حريك تحركوا الجماعة تحركوا. بن درويش قادم بن درويش سلهود لسيد حمد بن سلطان بن سيف بن درويش المنصوري قادم سلهود وبن دري موجود بقوة. الدماني لسيد أحمد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي اللي دخلت واخترقت المقدمة بينما اختبار مع الشاعر يا سلام من مصلح. وهناك أيضا شواهين سعيد بن غدير بن عبيد الاشتبي اللي غيرت خذت المركز الرابع. المركز الخامس اختبار للسيد حمدان بن محمد بن حمد بن مصلح لحبابي أرجوان. في المركز السادس للسيد أحمد بن بارك بن محمد بن حروي العامري. سابع المراكز تصل في هذه اللحظات من حافل سعيد بن سهيل بن دليوي الاشتبي. والمركز الثامن هنا ايضا نرى مياس الاحمد بن هاشم بن يوسف العوضي. المركز التاسع التاسع اللي تحتله سرابل سعيد بن محمد بن مرخان الاشتبي. والمركز العاشر العويسي القادم من سلطنة عمان الشقيقة فايل بن حليس بن حسيبان العويسي الذي يقدم بشاير. قطعنا 5 كيلومترات مع شوطنا الرائع والجميل في هذه الأجواء الرياضية الجميلة الممتعة. الدماني غيرت غيرت الدماني تبالها سلام عيناوي باحث عن إهداء نقطة جميلة ونقطة في الشوط الأول على أرض ميدان المرموم لأخواننا في زاخر. مطلوبة مطلوبة يطلبها الجميع يطلبها جميع المضمرين جميع الجماهير جميع الملاك. الله 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 الدماني يستقبلها البرج مع رفيقاتها الثابت وكاميرا البرج. هنا لقطة جميلة للسيول على أرضية ميدان المرموم. سالت الأودية إن شاء الله والشعاب بالخير والبركة والرحمة. الدماني تقود الشوطة ويليها تليها شواهين سعيد بن غدير بن عبيد الاجتبي المتحركة الشاعر 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 الأديب الحكيم الشاعر العملاق محمد بن مصلح بن حمد بن مصلح الحبابي باسم ولده حمدان الله يخليه. يقدم اختبار حمدان بن محمد بن حمد بن مصلح الحبابي القادمة أيضا في المركز الثالث في هذا الجو الرائع. بينما بن درويش واحد من ممثلي المرموم المميزين الذين دائما يقدمون الناموس لهذه المنطقة حبا ووفاء لجماهير هذا الشعار وسكان هذا المكان المميز الجميل. يا سلام تأتي إذن بشعار سلهودة حمد بن سلطان بن سيف بن درويش المنصور. موج عادت الموج قادم يا جماعة الموج الأبيض هذا القادم على ظهر موجه. الشعار ما شاء الله الجميل كيلومترين على خط النهاية. موجه للسيد سعيد بن سالم الحريك المنهالي 5 من الظلال يتراقصن مشاهدينا الأعزاء. ننتقل مباشرة إلى الجزء الثاني من العشر المراكز الأولى بقيادة أرجوان. في المركز السادس السيد حمد أحمد بن مبارك بن محمد بن دهروي العامري. والتالية في المركز السابع في المركز السابع وجود قوي ومهم ومؤثر لمياس لأحمد بن هاشم بن يوسف بن العوضي. والمركز الثامن اللي تحتل المركز الثامن من حافل سعيد بن سهيل بن دليوي الاشتبي. يا سلام يا سلام يا سلام هذه الثمانية الجميلة المنطلقة الرائعة التي تداعب أرضية ميدان المرموم تتراقص على أرضه بهذا الخير وهذا السيل وهذا الغيث ما شاء الله تبارك الله. نتمنى لهم النجاح دائما أخواننا عشاق الأصالة والتقدم والتوفيق في مسار هذه الأصالة في مسار رياضتنا العربية الأصيلة. انطلقت الدماني 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 سلام العين ينتظرونه
يا بن دري زاخر تحديدا، زاخر تنتظر ناموس جميل في الشوط الاول لذلل المحليات الاصايل مع الدماني وباسم واحد من شبابها الجميلين احمد بن سالم بن احمد بن دري الفلاح الذي ينطلق. الله حمدان بن محمد بن مصلح لحبابي، اختبار شعراءنا الجميلين شعراءنا المميزين في المقدمة، تتناثر قرائح الأدب في المقدمة بما هو جميل وما هو رائع وبما يشوق المستمعين والحاضرين. يا سلام مع الأدباء والشعراء والحكماء على مقدمة شوط، يأتي أيضا تأتي شواهين سعيد بغدير بن عبيد الاجتبي، هذا واحد أيضا من الأسماء الخطيرة، يعلن الانطلاق 800 متر على خط النهاية. الدماني شواهين قادمة، شواهين قادمة، خطر خطر تقدمه شواهين. هل السلام عيناوي أو كل عيناوي، كل عيناوي في كلتا الحالتين. يا سلام الدماني الدماني الدماني، زاخر زاخر سلام مع المطر مع سلالة الشاهين الجميلة مع الشوط الأول لذلل المحليات الأصايل. تهانينا على فوز الدماني وسلام يا زاخر سلام، سلام يا العين سلام، سلام يا بن دري سالم بن حمد بن دري، شعار عملاق عجيب رهيب صال وجال في كل ميادين السباق محليا ودوليا، أهدى إلى زاخر الكثير من نقاط الناموس الرئيسية خاصة في الأشواط الأولى. سلام يا مضمر الشبلة للمغفور له الشيخ زايد طيب الله وثراه، ادعوا له يا اخوان في المطر، رحمك الله يا ابو خليفة، اسكنك الجنان مع الانبياء والصالحين ان شاء الله. تهانينا الدماني سيد احمد بن سالم بن احمد بن دري الفلاحي، تصل معلنة الفوز المركز الاول. سلام زاخر والعين سلام. المركز الثاني شواهين سعيد بغدير بن عبيد الاجتبي. المركز الثالث سلهود، ثالث سلهودة حمد بن سلطان بن سيف بن درويش منصوري. المركز الرابع اختبار حمدان بن محمد بن مصلح الحبابي. المركز الخامس ارجوان للسيد احمد بن مبارك بن محمد بن دهروي العامري. تهانينا والناموس، شوطنا وصل بسلام بناموس بتحية واحترام، وهذه لحظات إعادة وصول الدماني معلنة هذا الفوز قاطعة الثمانية كيلومترات بفترة زمنية مقدارها 13 دقيقة 56 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للعملاق في التضمير بتاريخه الرائع بحاضره الجميل بماضيه بمستقبله المزهري والمميز إن شاء الله، السيد أحمد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي على هذا الفوز. المركز الثاني 13 دقيقة 57 ثانية ثمان أجزاء من الثانية. التوقيت شواهين لسيد سعيد بغدير بن عبيد الاشتبي، تهانينا وناموس. بينما اللي وصلت في ثالث المراكز في المركز الثالث أظن أنها سلهودة لبن درويش، توقيتها 14:55 في هذه الأجواء الممطرة ما شاء الله تبارك الله. تهانينا للسيد سلطان حمد بن سلطان بن سيف بن درويش المنصوري على فوز سلهودة بالمركز الثالث. التهاني نزفها لكل الفائزين بالمراكز العشرة الأولى مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء الذين نالوا شرف الفوز بهذا الصباح في الشوط الأول من أشواط الذلل المحليات الأصايل لأبناء القبائل. برنامجنا مستمر ب16 شوط، برنامجنا يعلن انطلاقه